ازيكم يا احلى شباب في الدنيا، رجعنا لكم فيديو جديد وحلقه جديده معاكم عمر في قناه عمر جامد. زي ما انتم شايفين يا شباب، النهارده يوم بخير وعلى خير. زي ما انتم شايفين انا بلعب لعبه جي تي اي سان اندريس. زي ما انتم شايفين احنا بعد شهر كده تقريبا لعبنا جي تي اي فايس سيتي، فاحنا دلوقتي ان شاء الله هنخش اللعبه على طول. زي ما انتم شايفين يا شباب، الحمد لله بدأنا اللعبه والصوت واضح مش زي المره اللي فاتت. زي ما انتم شايفين دي قصه بدايه لعبه جي تي اي سان اندريس، تقريبا كلنا لعبناها واحنا صغيرين، تقريبا مفيش حد لعبها ملعبهاش يعني. ده عربية الشرطة. طب كويس. بصوا يا شباب، انا برضو يعني انا لسه صغير فمش فاهم بعض الكلام. بيقولوا اللي هو معاه اسلحة ومستخدم السلاح من تحت. بس يا شباب انا برضو كنت زمان كنت بسكبها على الكمبيوتر، بس انا دلوقتي انا ما كنتش فاهم حاجه، فانا دلوقتي انا بستغرب. بدايتها ديت جميله جدا، حلو ده حقيقي. لعبه جي تي اي سان اندريس. طب كويس. ايه ده يا شباب؟ دول رموز بيضحكوا عليا. طب ماشي انا اوريكم. ولا تسع ده سي جي، انا اعرفهم قلة الادب اللي عملوها دي. ماشي كويس، الصوت واضح 100%. انا نخليها دي كده احلى عشان ده اعرف نسوق. احنا المفروض الخريطة اهي، احنا دلوقتي ده هنا انا اروح. تعال نروح لمنطقة مكتوب عليها سي جي. يلا بسم الله على نحو الجمال ونلبس. تعال نرجع كده. ماشي بيقولوا لازم تروح لأيقونة سي جي. ماشي حلو. لحد دلوقتي احنا ماشيين كويس، ماشيين كويس. انا برضو مش خايف كده. وي انا والله انا كنت هطير. اوه ماي جاد، ركز. انا مش صح، مش صح يا شباب ولا ايه؟ تعالوا احنا تعالى نمشي كده. يلا انا خايف، انا خايف، انا حاسس ان احنا بنعمله حاجات غلط. مش يعني غلط؟ لا احنا كده صح. في فتحة هنا، في احنا ان شاء الله هنخشها. نخشها بسم الله. بسم الله خلاص احنا تقريبا شلها. يلا نبدأ اول حلو. فاحنا نركن العجلة هنا وتعالى نروح عند الحتة دي. وتقريبا يا شباب ما فيش مقاطع فيديو هنا ولا الحته دي ما فيهاش اساسا مقاطع فيديو. سويت اتندل. ماشي تندل حلو. ايه ده؟ ايه ده يا شباب؟ اجري. ايه اللي فرق العربيه دي؟ اجري اجري اجري. بس ايه ده يا شباب؟ هو بيت اسمه طلع حوت يمين ما جاش معانا. انا مش عارف اروح فين. تعالى انا همشي معاه، همشي معاه. مد يا عم انت، مد يا عم انت هنموت. ما تبيحوده صح؟ عاوز محافظين معايا والله. اوه تعالى كمل 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 كمل. او ماي جاد، تعالى خلينا مركزين معاه. حلو تعالى مد انت حماده، مد حماده والنبي. مد 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 مد
احبط يا عم انت. كمل. خد منه رسمال. رسمال كويس. انا خايف خايف. خد يمين. بقول انت مال. يلا دول حاودوا حاودوا. انا مش مركز خالص معاك. يا نهار اسوح. او ماي جاد. شت شت. الحمد لله يا شباب. يلا احنا فين دلوقت؟ تعال نكمل. او ماي جاد. اه شت شت شت. يا رب بيضرب علينا. استنوني. جبته. احنا فلتنا بأرجوبة. بيعدي بسرعة أوي. أنا مش فاهم ليه بقولك ده منزل سي جي كويس. تعالى نكبها عشان دي حق. الحمد لله أول مهمة لينا عملناها بنجاح زي ما انتوا شايفين. إن شاء الله اللعبة دي جميلة جدا. فاحنا تعالى ناخد. بيقولولك بيقولولك سيف جوه. مش عارف مال ايه سيف. تمام هي ديت. عايز اجري وسيفنا اول واحدة. الحمد لله سيفناها. تعالى يلا نتلقاني. تليفون. تكلم بقى. تعالى بقى. شكلها هحلق يا شباب غصب عني. تعال نشوف. تعال نختار الحلقة هنا. ايه ده مش صدم ليه كده؟ انا عايز اشوفها على ايه. شوفها كده حيل. بس انا عايز حاجة للشعر. تعال نشوف ده كده. حلوة. بس احنا معناش فلوس يا محية. دي ان شاء الله هي اللي ديت ال هي ديت الشباب اللي احنا هنعملها. تعال نشوف. ماشي يلا نشتريها. كويس طلعت تسريحة اسطورية. فاحنا تعالى نحط الكاميرا هنا تاني. يلا هي المهمة دي كلها عشان احلق. شفت لو صوت الكلام بس مش باين بس صوت الحركة اللي باين.
طب ماشي تعالى نشتري، دي حلوة. بتعمل ايه؟ ايه ده؟ يا نهار سبب اخويا يعني حدا هنا. كويس تمام، نرجع تاني نرجع تاني. الله يحرقك. والله يا شباب دي أوسخ حاجة، أوسخ حاجة حصلت. المفروض بقى احنا نرجع بطهرين، حبينا نستنسخ الراجل، اما الراجل هو اللي ضرب. او ماي جاد، المفروض اطلب ترابية تانية عشان ميشكش فيا. اشترينا ونطلع. انت اللي مودينا في داهية. ما تعرف نسلب بقى عشان اجري 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 اجري. لا ده ده ده. خلاص انا مت انا مت انا مت خلاص. عاوز بقى حمادة. اوه شوتجن. حاجة حمادة، أول سلاح لينا في لعبة جي تي اي سان اندريس. تعالى نرجع، بس احنا محتاجين بس نملى السنة. بس احنا نوصله للبيت كويس. تعالى ناخدها من سكة القطر. تعالى يمين. تمام وصلنا للحي بتاعنا، بس العربية بتدخن. يعني شباب لو انا كنت مدهستوش كان زماننا برضو مولعين تاني. ماشي تعال نروح عند بيتك. لا لازم اوصله لحد الراجل. طب ماشي يلا. وبكده تبقى انتهت حلقتنا. لو عجبتك الحلقة متنساش بقى تحط لايك والاشتراك بالقناة. عايزين يا شباب ان شاء الله نوصل الفيديوهات ديت اعلى اعلى مشاهدات واشتراكات زي ما تشوفوا في مهمة اس. ان شاء الله احنا داخلين دلوقتي نسيف، وبعدها هنكمل في في المهمات. لو وصلنا الفيديو ده اكبر عدد من اللايكات عشان 2021 يبقى سنة ان شاء الله اسطورية عليا وعليكم. وان شاء الله بخير وعلى خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.